بالفعل الوسواس القهري، الأسباب والأعراض وطرق العلاج، موضوعنا الرئيسي لجولة اليوم. خلينا نشوف التقرير التالي. يعتبر اضطراب الوسواس القهري من الاضطرابات المنتشرة، وكان هنالك اعتقاد سائد بأن هذا المرض من الأمراض النادرة والمزمنة والمستعصية، ولكن بفضل الدراسات والأبحاث استطاع تغيير هذه الصورة الخاطئة، وبأنه يعتبر من الاضطرابات الأوسع انتشاراً في العالم. ويعرف المرض على أنه وجود وساوس وأفعال قهرية تؤثر على الشخص وحياته وتؤدي للانزعاج، وتكون الوسوسة عبارة عن أفكار أو اندفاعات أو صور مع وجود طقوس قهرية. ولا بد من الإشارة بأن الوسوسة موجودة لدى الجميع، ولكن بدرجات متفاوتة بين شخص وآخر، وتتحول إلى مشكلة حقيقية ومرض عندما تصبح قوية وشديدة ومتكررة. ولا بد من التمييز بين الشخصية الوسواسية ومرض الوسواس القهري، فهي تختلف تماماً، وغالباً ما يشعر مريض الوسواس القهري بأنه من المستحيل أن يفهم أحد وضعه ويرفض الإفصاح عن حالته ومعاناته. وقدمت النظريات العديد من التفسيرات والتحليلات، ولكن الجانب الوراثي كان العامل الأهم والأقوى، فنسب الإصابة لدى الأشخاص عالية عندما يعاني أحد الأفراد من هذا المرض، إضافة إلى عامل التربية والتنشئة الاجتماعية. إذن اليوم رح نحكي عن الوسواس القهري، بالفعل هو من الأكثر انتشارا نفسيا، أمراض النفسي في العالم. رح نناقش هالشي مع رشا صليب الأخصائية في الأمراض النفسية. صباح الخير. صباح الخير. كيف صباح حالك؟ أهلا وسهلا. يعني بداية، مثل ما سمعت بالتقرير أنه هو الأوسع أو المنتشر أكثر في العالم، خلينا أول شيء نعرف الوسواس القهري للي ما عنده فكرة عنه. أكيد. أوكي. هلأ الوسواس القهري هو عبارة عن قسم من أقسام القلق. هو عبارة عن وساوس وأفعال قهرية، أو ممكن مرات تيجي فقط وساوس أو أفعال قهرية، بس في معظم الأحيان تيجي التنين مع بعض. هلأ الوساوس هي عبارة عن أفكار أو شكوك أو صور أو تخيلات متكررة. بتيجي رغم أنه الشخص ما بده إياها تكون موجودة، يعني. هي ملحة ومزعجة جدا، بتسبب له قلق واضطراب وتوتر وإزعاج يعني. وهي زي أكنها بتيجي حتى لو أنه الشخص حاول يتجاهلها أو يصدها أو ما يفكر فيها أو يتجاهلها، وهي عنيدة يعني، بتضلها تيجي متكررة واحدة وراء الثانية، خارجة عن السيطرة وخارجة عن إرادته، وما بيقدر يتحكم فيها ولا بيقدر يسيطر عليها. هلأ الأفعال القهرية هي عبارة عن أفعال فعلية يعني، ممكن أو فكرية الشخص بلجأ إليها عشان يتحكم بالقلق الناتج عن الأفكار الوسواسية. وممكن هو بيفكر، خاصة ممكن يفكر أنه هاي الأفعال لازم يعملها عشان ما يصير إشي سيء، أو عشان يتحكم بحدة القلق الناتج عن هاي الأفكار. طيب رشا، يعني اليوم واحد كيف ممكن يوصل لهاي الحالة؟ شو الأسباب اللي بتخلي الواحد يصير عنده وسواس قهري؟ هلا ما في سبب واحد بين الدراسات، ما بينت انه في سبب واحد معين بسبب الوسواس القهري، ولكن في كثير دراسات بينت انه هذا الاشي وراثي، اذا حدا بالعيله عنده اياه ممكن ينتقل الى الاولاد، وخاصه اذا في توأم متشابهين بيكون نسبه الوسواس القهري 87%، واذا غير متشابهين بيكون 47%. فاكيد في جانب وراثي. وبرضه في جانب كيميائي. بينت الدراسات انه نسبه السيروتونين او هاي الماده الكيميائيه في الدماغ بتكون اقل عند الاشخاص المصابين بالوسواس القهري. وبرضه في عوامل بيئيه، مثلا انه اذا الشخص تربى بعائله شديده صارمه متشدده، عندها مثلا قوانين التزامات، لازم النظافه، لازم الواحد يعمل اشياء بطريقه منظمه. وبرضه في مثلا نظريه فرويد، احنا بنعرف كلنا فرويد بيحكي انه الامهات اللي بحاولوا ينظفوا اولادهم او تويلت تريننج على عمر صغير او مبكر ممكن يصير عنده وسواس قهري. والضغوطات طبعا البيئيه، وممكن بينت برضه دراسات انه التغيرات عند الشخص، البلوغ،
إذا صار عنده مسؤوليات جديدة، عمل جديد، ولادة طفل جديد بالعائلة. فهي برضو ممكن تسبب. يعني رشا حكينا من الأسباب الجانب الوراثي، التنشئة الاجتماعية، ومواد الكيماوية الموجودة في الدماغ. خلينا نحكي عن العوارض. كتير أشخاص بيكونوا مصابين بأمراض نفسية أو عندهم أعراض لأمراض نفسية ولكن ما بيعرفوا. خلينا نحكي هيك عن عوارض الوسواس القهري. أكيد، شكرا لهذا السؤال. هلا الوساوس اللي هي بتيجي على شكل أفكار. ممكن الواحد يكون يخاف من التلوث أو من الجراثيم أو من الأمراض، فهي عبارة عن أفكار متعلقة بهذا الشيء. ممكن برضو تيجي أفكار عدوانية، أو إنه هذا الشخص ممكن يأذي نفسه أو يأذي غيره. ممكن مثلا أفكار إنه رح أدفش هذا الشخص قدام السيارة ورح يندعس، أو أفكار أو صور أو تخيلات إني أنا دعست حدا بالسيارة وأنا جاي للشغل مثلا. أو ممكن تيجي على شكل شكوك، يشك إنه الباب مش مقفول، الشبابيك مش مفتوحة، إنه الغاز مضوي رح يصير في حريقة. طب في شكوك لأشخاص أيضا بتكون عنده بارانويا لأشخاص معينين؟ لا، هذا إشي مختلف. مو موجود. بيكون هذا بارانويا بيختلف، إنه هو بيكون شك إنه في خطر، إنه في حريقة ممكن تصير، في سرقة ممكن تصير، شكوك متعلقة بأشياء تانية. أو مثلا ممكن يكون شكوك إنه أنا عندي لا سمح الله مرض الكانسر، أو عندي مرض الإيدز. فممكن تيجي بهاي الصورة. وممكن برضو الكمالية، إنه الواحد ينزعج إذا أشياء مش مرتبة بطريقة معينة، وممكن ما تكون طريقة منطقية بس هي بالصورة اللي هي إلها منطق لإله. فهاي الوساوس اللي بيكون عم يكون هلأ بيرتب ببطل يرتب بصير يترك كل إشي ملتزم. والأفعال القهرية بنسميها هي نوعين. ممكن تكون أشياء فعلية بعملها الإنسان مثل الترتيب أو التنظيم، التناظر يعني، أو ممكن الشخص يتشيك يروح يرجع يتشيك إنه الباب مقفول أكثر من مرة، أو التنظيف. هدول أشياء بنقدر نلمسهم، والعلاج بهذا الإشي بيكون أسهل من إذا كانت الأفعال القهرية ذهنية أو فكرية. الفكرية ممكن تيجي على شكل عد، الواحد يضل يعد مثلا أرقام معينة، أو يصلي أو يدعي أكثر من مرة، أو مثلا يعيد أو يكرر عبارات بتفكيره. ليش التصرفات مزعجة هاي بتكون كتير؟ هلأ هي مزعجة عشانها بحس حاله ملزم فيها، ولكن الهدف تبع هاي التصرفات هو إنه يخفف القلق الناتج عن الوسواس. ففعليا الشخص بس يقوم بالأفعال القهرية هي بتخفف نسبة القلق، ولكن فقط لفترة معينة. وهلأ رح نحكي إحنا بالعلاج شو بنعمل بالعلاج بالنسبة لهذا الموضوع. يعني هل هو يعتبر فالفعل يعني مرض نفسي، أم أنه مثلا فينا نقول أنه هو عضوي، أو أنه بيكونوا مترافقين مع بعض؟ يعني يكون في مصاحب مثلا، يمكن الألم بالجسد يكون في شيء بينعكس على النفس. هلأ سؤال كثير مهم. إحنا بكل الحالات بس يجي عندنا أي مريض نفسي على العيادة، دائما منحب نبعث الشخص ليعمل فحوصات جسدية أو عضوية، لنتأكد أنه الإشي اللي هو عم بيعاني منه مش إشي عضوي. مثلا إذا الشخص خايف من أنه يكون عنده إيدز، نطلب منه أنه يعمل فحص فقط مرة واحدة. ولكن معظم الأحيان الناس اللي عندهم الوسواس القهري بيكون عاملين فحوصات لمدى سنين، يعني بيكون هو أردي عامل الفحص، فما بنضطر نطلب منه يرجع يعيد الفحص، بالعكس نطلب منه يوقف هاي الشغلة. أو هلأ بس إنه نتأكد إنه ما في إشي عضوي مثلاً بالغدة الدرقية أو أي إشي تاني، وقتها بنبلش نشخص إنه هذا فعلاً وسواس ناتج عن حالة نفسية مرتبطة بالقلق. طيب هلأ يمكن اللي بيسمعنا بيقول الوسواس موجود عن كل شخص، ممكن يضل يوسوس يعني. هل بالفعل إنه أنا في كل واحد بيوسوس صار عنده هذا الشيء، أو إنه نحن ضفنا اليوم الوسواس القهري؟ يعني هل القهري بين قوسين هي عملت خلاص ميزته انه هو مريض؟ مزبوط، سؤال كثير حلو. واحنا يعني معظم الحالات النفسيه كلنا يعني بتتراوح بين درجات معينه متفاوته. بالضبط، فكلنا عندنا افكار وسواسيه. يعني كل حدا ممكن يفكر انه ايش لو دفشت صاحبتي، او شو، بس عنده طريقه معينه انه يتخلص من هاي الافكار وما بتعلق فيها. وبرضه مثلا كل واحد بيحب يغسل ايديه قبل الاكل، ممكن مره مرتين، ولكن انت بيصير الموضوع مرض او بالضبط، اذا بيستغرق وقت طويل من حياه هذا الشخص،
أكثر من ساعة في اليوم، أو إذا بيأثر على علاقاته الشخصية أو حياته اليومية، إنه مثلا بيأثر على علاقاته، بيأثر على شغله، بيبطل يقدر يركز بدروسه مثلا أو بشغله، بتجنب برضو واحدة من الأشياء اللي بيعملها الشخص إنه التجنب، بتجنب المطبخ المطبخ عشان فيه مثلا سكاكين، بخاف من الأفكار إنه يطبقها. برضو ممكن ثالث إشي ممكن نشخص البني آدم بالوسواس إذا عنده قلق واضطراب وذنب وتأنيب ضمير، يعني شعور سلبي ناتج عن هاي الأفكار. طب رشا، دايما بيكون في خلط بين الشخصية الوسواسية، الشخصية اللي بتخاف اللي بتحب الالتزام المرتبة المنظمة، وبين الوسواس القهري. مزبوط. يعني كيف فينا نفصل بالضبط إن أنت إنسان طبيعي ولكن شخصيتك بتميل للشخصية الوسواسية، أو أنت عندك مشكلة ومرض؟ مزبوط، سؤال كتير مهم برضو. هلأ هم تشخيصين مختلفين تماماً. الشخصية الوسواسية تختلف أكتر إشي عن الوسواس القهري بطريقة أنه الشخصية الوسواسية الشخص ما بنزعج منها، بالعكس هو بيفضل أنه الأمور تكون مرتبة وتقول الأمور تكون منظمة، وبرضو أعراضها بتختلف تماماً، يعني ما بيكون لا عنده وساوس ولا عنده أفعال قهرية أبداً. وهو بفضل الشخص اللي عنده شخصية قهرية بنسميها إيجو سينتونيك، إنه الأعراض تبعته بتتناسب مع شخصيته، هو مرتاح يعني ما بده يغير من حاله، ما بلجأ للعلاج. هلأ الناس اللي عنده شخصية وسواسية اللي بيعيشوا معاه بتضايقوا منه. ليش؟ عشان خلاص بده كل إشي على النظام، ما بحب يعطي شغل لناس غيره، ما بثق بغيره، مشاعره محصورة، مش كتير بيعبر عن مشاعره، بيخزن أشياء كتير ما إلها قيمة، ما بنفق مصاري، يعني ما بصرف مصاري، بحوش مصاري كتير، بحب النظام، بحب الروتين، بحب الستركتشر، يعني بحب الأشياء تكون مرتبة وموزونة وخلص، بحب يعني ما بحب أي شيء يغير عن روتين حياته. أما الوسواس القهري إيجو ديستونيك، إيش يعني؟ إنه الشخص بيكون فعلا عنده اضطراب ومتضايق من الأعراض اللي عم بتصير له، بتسبب له قلق وتوتر، ومش إشي هو بفضله، بالعكس إشي بزعجه كتير. ممكن توصل معه لأنه ينتحر؟ نعم ممكن. هلا نسبة الاكتئاب، هلا عادة إحنا منشوف الوسواس مع الاكتئاب بنسبة 75-80%، فكتير منشوف الاكتئاب مع الوسواس القهري، وكتير من الناس خاصة اللي بيستحوا أو بخجلوا لطلب المساعدة ممكن يلجأوا للانتحار. وبرضه كتير من الناس اللي بتعاني من الوسواس القهري بتكون خايفة انه هي يعني اصاب بالجنون. فبهاي الحالات اذا في تفكير انه انا انجنيت، خلص انا انجنيت، خاصة اذا افكار اذا الشخص كان مثلا متدين او عنده اخلاقيات عالية، ولكن تجي مثلا وساوس دينية او وساوس اخلاقية او وساوس جنسية، كتير ممكن ينزعج منها ومش عارف كيف يتحكم فيها، فممكن يلجأ. خلينا نسأل نداء، هلا حزرك انه الوسواس بالعالم العربي اكثر ولا بالدول الغربيه؟ لا نداء شو احس بالعالم الغربي اكثر. بالغربي. اجابتي غلط، خسرتي معنا. رشا يمكن حكينا تناقشنا بهاي الفكره، قلتي له بالفعل انه الغرب قليله فيها الحالات بينما هي كثيره في عالمنا العربي. خلينا نحكي شوي عن الاسباب يمكن اكثر، انه ليش بالعالم العربي اكثر؟ حلو. هلا هي عادة تنام. نعم في دراسات قالت انه بالغرب اكثر، بالعرب اكثر، بالعالم الشرقي اكثر. نعم. يعني بالعالم الشرقي اكثر. هلا هي عادة الدراسات بتبين انه الوسواس القهري بيظهر بنسبة 2.5% بأي مجتمع، ولكن في دراسات بينت خاصة في السعودية مثلا انه نسبة الوسواس القهري ترتفع لنسبة 5%، فأكثر من المعتدل بالنسبة للمجتمعات الأخرى. ممكن البيئة كمان. البيئة أكيد. هلا احنا كمان في عنا مثلا إذا الناس مثلا الديانة ممكن الالتزام بالدين. نعم. الوضوء، النظافة، الطهارة، النجاسة مثلا موضوع كتير بيأثر فينا إحنا كمجتمع شرقي. ممكن إذا الواحد بخاف من أمور جنسية أو مثلا هذا الإشي ممنوع نحكي عنه، هذا إشي عيب، في وصمة عار دائما الكبت يعني. أو ممكن الأشخاص إنه عشان وصمة العار الموجودة عندنا ما يلجأوا للمساعدة. والدراسات بتفرجي فعليا إنه الأشخاص اللي مصابين بالوسواس القهري بيستنوا بين 5 سنين مرات لطل 12 سنة ليلجأوا ليتعالجوا. طب خلينا نحكي أيضا إنه الوسواس القهري شو هي الأمراض الأخرى اللي بتكون مرافقة له؟ قلتي الاكتئاب. نعم. هو بيعتبر من أمراض واضطرابات القلق صح؟ نعم. إيش هي الأمراض الأخرى اللي بتكون موجودة بالغالب؟ لا الاكتئاب هو غير عن القلق. نعم. الاكتئاب هو أمراض
يعني المشاعر او مود ديس اوردر بيكون اكثر. ممكن نشوف اكثر شيء الاكتئاب بنشوف بنسبه 75 ل 80%. بنشوف برضه الفزع او الهلع الرهاب بنشوف كثير مع الشخص. برضه ممكن نشوف رهاب الساح انه الشخص يبطل يحب يطلع خارج المنزل خاصه اذا كانت الوساوس متعلقه بالتلويث او بالاوساخ. ممكن يضلوا بالبيت ينعزل ما بحب حدا يجي عنده على بيته، ما بحب يحكي مع حدا، ما بحب يسلم على حدا، ما بحب يفتح بواب، بقرف مثلا من هاي المواضيع. وبرضه بنشوف الادمان او مثلا الشخص بيستخدم الكحول لدرجه تخلص التخلص بالضبط. يعني رشا اكيد رح نحكي اكثر عن نقطه هي انه الشخص لما ينصاب كيف لازم نحن نتعامل معه ايضا كمحيطين فيه. لكن حنخجل الاخير انه هلا المشاهدين اللي عم يسمعنا شو يعني سكرتوا الدنيا بوشنا مثلا. بدنا نحكي عن العلاجات اكيد يعني. 100% اهم شيء. خلينا اول شيء نبلش ب احنا شخصنا الحالات، حكينا عن الاسباب، حكينا عن الاعراض، حكينا ممكن اي واحد صار فينا يمكن بيلاحظ اذا الواحد معه وسواس قهري. خلينا نحكي اليوم عن طرق العلاج وامتى بالفعل لازم بدرجه انه خلص لازم صارت انت تلجا لشخص مختص يساعدك على التخلص من هاي الحاله او تخفيفها. ممتاز. هلا اول شيء العلاج ضروري خاصه اذا كان الشخص عنده وسواس قهري بدرجه متوسطه او عاليه. ممكن اذا كانت بدرجه خفيفه يقدر هو يساعد حاله من حاله، ولكن احنا دائما بننصح انه هذا ما خصه بالجنون مرض الوسواس القهري، وانهم يلجؤوا للعلاج بمراحل مبكره من المرض خاصه اذا قبل ما يصير مثلا عنده اكتئاب او يوصل لحالات الانتحار. هلا العلاج اشيين، علاج دوائي وعلاج نفسي. هلا العلاج الدوائي بيساعد او هو والعلاج النفسي بنفس فعاليتهم نفس الشيء. وعاده اذا بندمج الاثنين مع بعض بكون الفعاليه لسه اكثر واحسن، وسرعه العلاج والتحسن بتكون اسرع افضل. هلا العلاج الدوائي عاده بنلجا لنفس ادويه مضادات الاكتئاب اللي هي الاس اس ار ايز مثل البروزاك او السيروكسات اللي فعاليه عاليه، وهو هذا عباره عن دواء ليزيد نسبه السيروتونين في الدماغ. ولكن الاشخاص اللي عندهم الوسواس القهري بنعطيهم جرعات اعلى من الادويه مضادات الاكتئاب من الاشخاص المكتئبين هلا العلاج النفسي هو اكثر شيء اثبت فعاليته هو العلاج المعرفي السلوكي وخاصه التعريض ومنع الاستجابه. كيف يعني؟ انه احنا بنبلش نقعد مع الشخص، اول شيء بنفهمه شو هو الوسواس وشو اعراضه، منفهمه شو طريقة العلاج. منبلش نعمل هرم أو مدرج أو سلم من أكثر المواقف اللي بتخوفه وأكثر أقل المواقف اللي بتخوفه أو الأفكار. فمنبلش من أقل إشي من مثلاً 0 ل 100 ومنحطهم على هذا السلم، ومنبلش نعرضه للأقل إشي المواقف اللي بتسبب له أقل إشي قلق، ومنعرضه لهذا الموقف ومنمنعه من انه يستجيب بالطريقه اللي هو معتاد عليها اللي هو الافعال القهريه اللي هو بيعملها عشان يخفف من القلق. هلا ممكن تستغربوا تقولوا ليش طب هيك تسووا اذا الواحد عم بيعمل هاي الافعال وعم بتقلل القلق؟ هي فعليا انه منعلم الشخص انه ما في شيء تخاف منه، انه فعليا الافعال اللي رح تعملها رح تقلل القلق منك، ولكن بتقليل القلق هي رح تعزز السلوك القهري اللي انت بدك تتخلص منه. كيف بتتصرف مع الموقف بتغير بالضبط. هلا مثلا اذا واحد بخاف من الوسخ ممكن نحط سلم انه مثلا بخاف من البواب بعدين الزباله بعدين يلمس ايدين اشخاص او يفتح باب الحمام، فمنحطها على درجات ومنبلش نعرضه باقل شيء، وبعبل ما يختفي القلق ما بنتحرك للدرجه اللي فوقيها غير لما يختفي القلق او يوصل لنسبه 5 من 100. طب رشا قد ايه هذا العلاج فعال؟ ممكن المريض يصير ما يخاف من هالمواقف ويتجنبها، او ممكن يرجع كمان للخطوه اللي بعد؟ وخاصه الوسواس القهري كثير اشخاص بنشوف كانوا بيعانوا من نفس المشكله بيرجعوا مره ثانيه للوسواس مره اخرى. شو الاسباب ايضا؟ اول شيء فعاليته نفس فعاليه الدواء، وهو بيبين انه يعني نسبه التحسن بين 70 ل 80% اذا مع العلاج النفسي. وهو أثبت يعني بكل الدراسات أنه هذا هو العلاج الرئيسي للوسواس القهري. وبرضو إحنا بنعمل بالعلاج أنه بنعلمهم استراتيجية إيقاف الأفكار، أنه كل ما تجيهم فكرة وسواسية أنه يوقفها
وأنه يحكي لحاله هاي فقط فكرة وليس واقع أو ليس إشي حقيقي، وما لازم أستجيب بالطريقة اللي أنا عم بستجيب عليها. وإذا استجبت أو ضعفت لهاي الفكرة، هي فعليا رح تقوى الفكرة بتزيد. ولازم أنا أتخلص منها. وبرضو من إحنا بنعطيهم كتير واجبات منزلية، فالعلاج لا يتوقف فقط في الجلسات العلاجية تبعتنا، لازم هو يستمر بالعلاج خارج الجلسات تبعونا، خاصة نعم. في المنزل في العمل لازم بالضبط. يكون في آلية، يعني أنت سيستم أنتوا بتأسسوه على كل الأحوال. لكن يمكن في سؤال بيقولك إنه إذا تفاقمت حالة الشخص الوسواسية وصار بالفعل ممكن يخاف من شخص أو يتوسوس من شخص معين، ممكن يوصل إنه يرتكب جريمة؟ سؤال كتير مهم. لا أبدا. هلا الناس اللي عندهم الوسواس القهري بيخاف. لا يمكن إنه يتصرف على الوساوس اللي عم تيجي، مش ممكن يأذي غيره، وهو يعني عشانه ناتج من قلقه، هو بالعكس ممكن يأذي نفسه ولكن لا يمكن أن يأذي غيره لآخرين. وهو بخاف كتير إنه يكون ممكن إنه أذى غيره، وهو بحكي لك إنه أنا بعرف مثلا عم تيجيني هاي الوساوس إنه أنا رح أطعن حدا بالسكينة أو أأذي أطفالي، ولكن لا يمكن إني أقوم بهالشيء. بيقولك أنا ما دخلني بشيء، خليني بحالي بالزبط. يعني ما نخاف من الأشخاص اللي معهم وسواس قهري، ما رح يأذونا بالضبط. وهذا الإشي اللي إحنا منثقف الناس اللي حواليه إنه ما تخافوا منهم، إنه عشان هم بالعكس من كتر قلقهم على هذا الموضوع بيصير وسواس لهم، ولكن لا يمكن انهم بالعكس بيعملوا هم الافعال القهريه عشان يمنعوا حالهم من انه يتصرفوا على هذا. طيب رشا، متى بيكتمل الوسواس القهري؟ بعد 18؟ بعد بلوغ الشخص ولا ايضا بالطفوله او بعمر متاخر؟ يعني متى بتظهر كل اعراض الوسواس القهري؟ هلا احنا بنشوفه في حالات معينه عند الطفوله، ولكن ببلش هو في مرحله المراهقه وفي العشرينات ببلش الوسواس القهري. ممكن يعني ممكن يصيب حدا لأي فترة زمنية أو أي عمر من الأعمار، بس بنشوفه أكثر إشي بالمراهقة بين 10 سنين و 14 سنة. وبرضه في دراسات بتبين أنه ممكن سن البلوغ والتغيرات الجسدية اللي عم بتصير معاهم وتغيرتهم في هويتهم الجنسية ممكن هذا يكون عامل مؤثر بهاي المواضيع. أتوقع هدول كتير بصير عندهم جلطات. طيب خلينا نحكي اليوم عن دور الأسرة بالفعل بمساعدة هؤلاء الأشخاص، بعدين بننتقل للنقطة اللي سألتك عليها. أكيد. الأشخاص المحيطين. سؤال كتير مهم. إحنا عادة أو أنا عادة بس أشتغل مع الأشخاص المصابين بالوسواس القهري، بحاول أجر العيلة للعلاج. ليش؟ عشان كتير من الأشخاص اللي عندهم وسواس قهري بلجأوا للتأكيد أو التعزيز، أو إنه بيسألوا الأحباء تبعونهم لأنه يطمئنوا. هل كل إشي أوكي؟ هل أنا عندي مرض؟ في إشي رح يصير لي غلط؟ بسألوهم، وهم طبيعة عشان بيحبوهم بيضلهم يطمنوا فيهم. ولكن هذا الإشي زي ما حكينا إحنا ضد العلاج تبعنا. إذا ضليتك تطمن الشخص، أنت فعليا عم بتشجع الأفعال القهرية اللي هو عم بعملها. فإحنا منحاول أول إشي نثقفهم شو هو الوسواس، نساعدهم بعملية الصبر عشان هذا الموضوع بده وقت كتير للعلاج، وإنهم ما ينفروا من الشخص ولا يقولوا له خلاص ما أنت وقف فكر هيك، مش سهلة لإلك. صحيح طبعا. والشخص اللي عم بيعاني من الوسواس بيكون مكتئب ومضطرب أكتر واحد، يعني تخيل اضطراب الأهل هم لسه 10 مرات أكتر. ومنساعدهم كيف يشجعوا الشخص يعني المريض إنه يعرض حاله لهاي الأشياء اللي هو بخاف منها، وهم ما يحموه من إنه يستجيب بالطريقة اللي هو متعود عليها، يتوجه لطبيب أيضا. يعني بالضبط إنه يتوجه لطبيب. طب رشا، كتير في أشخاص برفضوا إنه يتوجهوا لدكتور ويتعالجوا، وبيستحوا إنه تكون عندهم مشكلة، بيضلون إنه بحالة إنه خايفين ومتوترين إنه يخبروا العالم أو يتوجهوا لدكتور. من تجاربك وخبراتك اللي عم بتمر عليكي، دي هاي المشكلة بتشكل يعني تراجع وتفاقم للمرض والوسواس؟ مظبوط. هو كتير للأسف خاصة في مجتمعاتنا هون وصمة العار على الأمراض النفسية كتير عالية. صحيح. والأشخاص كتير بيستحوا وبيصير عندهم تأنيب ضمير وبحسوا بالذنب إذا، وبيخافوا من إنه الشخص يحكي عنهم إنه خلاص أنت تجنيت، هذا أكتر إشي بيخافوا منه. فكل ما تأجل العلاج كل ما صارت تفاقمت الحالة وصارت أصعب لعلاجها. فإحنا منحب يعني برامج زي هيك نوعي الناس إنه في له علاج، والعلاج جدا فعال خاصة إذا دمجت الدواء مع العلاج النفسي، وإنه نسبة التحسن عالية. 3 أشخاص من 4 أشخاص بيلتزموا بالعلاج بتحسنوا. 1 من 4 ممكن يرجعوا ينعكسوا زي ما أنت حكيتي، وهي فعليا عشان ضغوطات الحياة، وعادي بنرجع من بادر بالعلاج ومنذكرهم الاستراتيجيات اللي لازم يرجعوا يمارسوها مع الدواء. بالضبط مع الدواء.
وبرضه كثير بنشوف بحالات الوسواس القهري انه الناس بتنهي العلاج مبكرا، يعني ما بتكمل، عشان يا اما هي خوف من القلق الناتج عن العلاج، عشان انت تخيل بس تتعرض للإشي اللي بتخاف منه كثير وما عندك ولا إشي تقدر تعمله عشان توقف هذا الإشي. بس برضو احنا بنعلمهم طبعا مهارات الاسترخاء وكيف بنغير افكارهم، بيكون عندهم افكار كارثيه بهاي الامور فبنساعدهم بهاي الاشياء، وواحد من 4 أشخاص برضو بيوقفوا العلاج مبكرا. يعني بالفعل يعني رشا مثل ما حكيتي انت بالنهايه هو شخص غير مريض، هو شخص سوي، لكن عنده هاي الحالة التفكير الزايد. نعم. الوسوسه الزايده اللي ممكن بالفعل تنعكس على شخصيته وتاثر على حياته. لكن خلينا نحكي اليوم عن تعامل الاشخاص المحيطين بهذا الشخص، يعني كيف ممكن يساعدوه ايضا. مثل ما حكيتي العلاج لازم يستمر، او حتى ما عم يتعالج لازم ما نحسسه انه هو شخص غريب، يعني صح، خاصة في أماكن العمل، يعني بيقولوا لك هذا الزلمة ما حد يحكي معه، موسوس كتير، بنق كتير، بيحكي كتير، بصير بتجنبوه يعني. صح. وهذا يمكن يفاقم القصة عنده. أكيد. وهو الشخص اللي بيعاني من الوسواس القهري برضو بيصير يتجنب المواقف عشان بيكون خايف إنه الناس تلاحظ عليه أو تنتقده أو تشوف إنه إيه أهم 10 مرات عن الطاولة وبيغسل إيديه أو كل دقيقة أو كل دقيقة بتشيك مفاتيح سيارته. طب ما هو عارف مفاتيح سيارته بجيبته، فبيخاف إنه الناس عم تحكم عليه بطريقة سلبية. ولكن زي ما أنت حكيت إنه ما نعامله إحنا بطريقة غريبة، ما نخاف من الشخص خاصة إذا عنده وساوس عدوانية. نعم. نشجعه ونحفزه ويعني إنه يكمل العلاج. نحط له شروط انه لا لازم انت تلتزم بالعلاج تبعك. ما نمنعه من المواجهه. نعم. مواجهه المخاوف تبعونه. طبعا اذا في وسواس بالعيله، اذا الام برضه عندها وسواس بدنا نعالج الام كمان. ما هو بالضبط يعني وين اكثر عند النساء ولا الشباب؟ متساويين. متساويين. ممكن المراه بيكون عندها ولد بتخاف كثير بتوسوس اكثر من الشباب. والحمل على فكرة بيزيد من الأسباب المؤثرة بالوسواس. يعني ممكن المرأة بعد الحمل يصير عندها وسواس قهري. طب رشا قد ايه ايضا هاي الشخصية، وهي مش شخصية مرض زي ما قلنا، قد ايه ممكن تكون فعالة في بعض الوظائف وتقدر تنتج وتبدع، خاصة انه هي زي ما قلتي ملتزمة بالقواعد والقوانين، ممكن تبدع ايضا. هلأ شوفي، إذا شخصية وسواسية ممكن تلتزم وأحسن إشي يعني بيكون اضطراب. ولكن إذا اضطراب وسواس القهري واحدة من الخصائص تبعونه أنه بيأثر على حياته اليومية. بيبطل يروح الشغل، بياخد مغادرات ليروح يفحص مثلا، يعمل فحص دم، ما بده يسلم على الآخرين. بدوش يتعرف على ناس جداد، ما بده ينعزم عند الناس، ما بحب يروح يقعد على كنباية غريبة مثلا، بيقدرش يفتح بواب، بيقدرش يدخل أسانسير مثلا. أو مثلا إذا بده يروح، وبرضه بتستغرق مرات 8 ساعات من يومه أو أكثر، يعني ساعة. صح. أو أكثر من يومه، فهي أكيد بتأثر على حياته اليومية وعلاقاته وأدائه بالشغل. فيعني هلأ إذا كانت الحالة خفيفة وما عم تاخد كتير منه وقت وقادر هو يسيطر على التفكير وعلى الأفعال القهرية ممكن يكمل. ولكن إذا صارت بحالة متوسطة أو شديدة كثير بتعيق من حياة الإنسان. نعم. طبعا رشا عطينا هيك مجموعة من النصائح الأخيرة للمشاهدين اللي عم بيحضرونا ضمن الفقرة النفسية. هلأ أهم إشي التثقيف النفسي عن الوسواس القهري، الناس تقرأ عنه، تعرف شو هو، تعرف شو أعراضه، تعرف إنه هو مرض عصابي ولكن ليس ذهاني، ما خصه بالجنون، إنه العلاج متوفر وفعال جدا للأشخاص اللي بيعانوا من هذا المرض، إنه العلاج الدوائي بيكون أفضل فعاليته إذا اندمج مع العلاج النفسي، إنه الشخص ما يستحي من هاي الأعراض ويلجأ للمساعدة مبكرا عشان ما يصير عنده حالات اكتئاب أو هلع أو فزع أو رهاب الساحة أو رهاب اجتماعي. وإنه برضه بده وقت، هاي الإشي بده وقت، والعلاج رح يكون ممكن متعب أو يسبب القلق. ولكن لما الشخص يتعرض للقلق ويكتشف إنه القلق لحاله رح يروح، القلق ما رح يأذيه ولا رح يقتله، وإنه الشخص فعلياً ممكن يتعلم مهارات كيف يسيطر على تفكيره ويغير تفكيره وتصير حياته أحسن. صحيح. هو الأقدر على تحديد هذا الشيء بكل الأحوال، يعني كل واحد منا بالأخير عنده وسواس صغير بدرجة صغير دائماً بيحافظ على النظافة. النظافة طبعاً. الأستاذة رشا صليب الأخصائية في الأمراض النفسية، شكراً كثير لحضورك معنا. شكراً لكم. شكراً لهذا الموضوع المهم. شكراً يا رشا. شكراً. مشاهدينا رح نتوقف مع فاصل ونكملين معكم باقي فقرات جولة الصباح.